نحن تيستي ويز بنروح لعندكم نحط الستيشنز اللي بدكم اياهم. نحن ازاليا هاند ميد اكسسوارز، كل شيء عندنا جولد بليتد ستانلس ستيل. معك وود وركينج 110، كنا نعمل اشياء خشبيه كثير كبيره، هلا جانا بلشنا نعمل اشياء صغيره. تيما دريانز براند، تيما شيز ذا فيرست ليبانيز ويونجست عرب هو سمتد ايفرست 2019. نحن بنعمل قصص هاند ميد من صوف من ماكرامي، بتلاقونا على انستا في ار.ار.البي. نحن ام كرييشن اندرسكور ام فانتوا على الانستغرام. عنا جافسين بيعملون بينتينج للولاد، سو هيدا احلى اكتيفيتي تيتسلوا الولاد ويبعدوا عن الايباد والجو الالكترونيك. احنا موجودين ب ميد باي نيتشر وعنا تو ايتمز يلي هن ميشا هاند ميد، كل شيء بانتور اما كرييتيف كلاي يلي كل شيء بتنعمل من البات فيمو، حلوين ككادو للولاد وللبيرثداي. انا جبلي، عندي موني شغل بيت، مربيات وكبيس ورب وشرابات. نحن بيكليشز مهمتنا انه نضوي على المنتجات اللبنانيه والمواد الاساسيه اللبنانيه، فمينلي بنستعمل الملح. عندنا ملح من انفه، من شواطئ انفه بناخده، من عقمه من نكهه، بنبعته على المختبرات طبيعي كرمال النتائج، وبنطلع منه تقريبا 15 نكهه ملح سي سولت. عندنا فلور دو سيل وعندنا سي سولت. اختصاصنا الثاني الصوصات الحاره، بنعمل المربيات الحاره، مربى المشمش الحار، مربى الفريز الحار، الجولدن كيوي، كل انواع الحر. بنستعمل كل المنتجات اللبنانيه. هرب الخليفه براند ترون كاسي بلجيان شوكليت، بينعمل طريقة تراديسيونال، يعني كل شيء تابلاج بيكون تامبرينج على الايد على المار. الشوكليت هو هاند ميد، بيتنوع من الوايت شوكليت لل 100% دارك شوكليت. إلي حاكمي، نحن ارتيزانال تشيز دي كاسا، عندنا وركشوب بغدريس بقلب الرانشو، نشتغل كله ارتيزانال من بيور ميلك. نحن عنا فريش موزاريلا، بوراتا، ريكوتا، ستراتشاتيلا، كاشو كافالو. توصى قبل بيومين لانه ما عندي شيء جاهز، كله بينعمل فريش. كل البرودكت موجودين على decasa.lb على الانستغرام. نحن بليزد هوت فليفرز، وي ار كونسبت اوف هابانيرو صوص. عنا 8 فليفرز: مالبري، بيتش، مانجو، باينابل، 3 هابانيرو بيز هوت صوص، وعنا اكيد ماسترد على حر. نحن بيكرز ديلايت، كل برودكت عنا بلا سكر، محلقين بطريقة طبيعية. فيرا فود، بعمل كل شيء بالبيت، كل شيء شغلة، كل شيء طازة. رقم تليفون 03544 عنا فويت، ومثل ما باكل أنا بتعمل عاد. لاقونا على الانستغرام فيرا فود. ديلي باسكت، نحن بنجفف خضرة وفواكه، بنعملهم بشكل تشيبس صحي، ما في زوايد سكر ملح ابدا، 100% هيلثي. نيكولات مسعد من صغبيل، مثل ما تعودتوا كوكو موني، عندنا براند كل شيء خاصه بالموني. هالمره بدي لكم وصلنا بميد باي نيتشر بانتلياز. عم نعمل شاركوتري، هوم ميد شاركوتري 100% لحمه سان بريزرفاتيف. احنا عائله طلعنا بفكره انه نعمل زبده على طعمات، تعملوا لنا فولو على انستا لاتيليا دو بور. اسمي بشكين ابو جوده، انا عندي باي ام ياميز بعملهم في ميزون، عندي بريوش بعمله بلا زبده وبلا بيض على فليفر زعتر، شوكليت شيبس، زبيب، وفي بلين كمان. عندي جنينه بيو ما برش فيها ابدا، فيها حمضيات، فيها افوكا هلا جاي. بعمل برودوي كل اللي بيطلع من جنينة، برودوي ناتوريل، مثلا ليمونتشيلو، ليكور الحمبليز، مارمولاد الحامض، مارمولاد البوسفير والحامض والليمون، بوري الحر، زيست للجاتو، شو بعد في عنا؟ شراب البوسفير اكيد، اولدو لافاند. انستغرام صفحة اسمها تمام في ميزون اف اميه. We'll be right back.
لي ديليس دي لوسيان، بعمل اشياء سابلي وكعك، شوغر فري، جلوتين فري، بشتغلهم بالبيت لوحدي. أنا من مجدلونة، عندي البراند مجدلونة، عندي أشياء طيبة كتير، مربيات أون بلوس زيت، زيتون، مزهر، وهلأ شي سبيسيال عندي هو مربى البلح. يعطيكم ألف عافية. معكم طوني عبيد، نحن عنا الفي بيروت فودكا. في بيروت فودكا it's a premium handicrafted vodka معمول pure grain with charcoal filtration 3 times. نحن زجار بنعمل peanut butter مع توت، peanut butter مع فريز، بنعمل chocolate spread بدون سكر، بدون حليب، بدون زيت. كل منتوجاتنا gluten free وكل منتوجاتنا vegan free. gluten free هن lab tested. Made by Nature صار بأنتلياس، لقونا تتعرفوا علينا. أورجانيكو باي ستيف عطول منتوجاتنا بلدية من دون أي مواد كيميائية. دبس الرمان ورب البندورة أحلى هدية على العيد. ناطرينكم. كتير بحب أعمل سويتس وعندي براند اسمه بيك روم، بعمل كل شي كوكيز، براونيز، سويتس. هاي أنا بول، نحن شركة أويا واي مختصة بالري بالفخار. الري بالفخار هي طريقة قديمة كتير، عمرها أكثر من 4000 سنة، ونحن بدنا نعززها مع أويا واي. منا لوحدة متى ما تعبت مي رح تبلش تزرب مي شوي شوي وتسقي الشتلة منا لوحدة، فالشتلة رح تستخلص كمية المي اللي هي بحاجة لها لا أكثر ولا أقل. كوزين دو ماريا، نحن عنا ميزون دو ماريا كمان جيست هاوس، واليوم جينا ندوق الباستو تبع الجنينه للناس وزعترات البيت. اكيد نحن كمان محوشينهم، كل البرودكت بنعمله نحن هوم ميد، وجينا اليوم تندوق الناس البرودكت تبعنا. الجيست هاوس تبعنا بساحل علما، هو كان بيت لاهله لجوزي، وحولنا معنا جنينه في 3 اوض نوم، وهلا عاملين اندور بلايس بنستقبل فيه العالم، بنعمل لهم الاكل نحن وي ميك فود وي سيرف فود اولسو، وهيك بنستقبلهم بكل فرح وبساحل علما. انستغرام لا ميزون دو ماريا ال بي، وعندنا بيج ثاني للكيترينج لا كوزين دو ماريا. سمر جابر اونر تبول سيمبلي ليذر. سيمبلي ليذر طلعت الفكرة من لما بلشنا المصاري تتغير والدولار يطلع، طلعت بفكرة انفلوب، ومن الانفلوب توسعنا، صرنا مع تو لايرز وكارد هولدرز مع بنانا، كله هاند ميد وليذر، وبعمل كاستمايز وبعمل كمان إذا في بيرث داي، في حتى أنا أحيانا مناسبة بعمل أشياء. وعندي بيج سيمبلي ليذر، يو كان فولو مي بليز. معكم نسرين بوساكيس، عندي البيج اسمها بيس اوف ايرث. انا بشتغل كل شيء بنتور على توت باكس، على كيت للميك اب، على البورسلين. بونسوار، نحن كوزوتيك بنعمل كل شيء كاستمايز، سوفينير، جيفتس، كل شيء خاصه بريزين. عندنا اش تريز، ماجنتس. فولو اس اون انستغرام على كوزوتيك دوت ريزن، كيو او اي اكس او تي سي.
أوليف ليف موجودين بمعد مارك بيروتي ميد باي نيتشر باللوكيشن الجديد بأنتلياس. أوليف ليف من دار القمر، من دار القمر على أنتلياس. نحنا بنعمل الصوب ليكويد والبار من الإكسترا فيرجن أوليف أوي، وأكيد مع سانت. عنا كتير سانت، عنا اللافندر، عنا الحامض، عنا جيرانيوم، النيرولي، عنا كمان اللوريل اللي هو الغار. Lipstick comes from Lebanese artistic. We check a lesson lipstick. We have Lebanese handmade artisanal. We do everything. Everything is handmade. باتريشيا ريس وعندي البرودكت باتوس كرافت. كل شيء كرافت هلا اكيد خاصه بكريسماس، بس اكيد بنعمل قصص كتير غير لكل المناسبات. أزري كاندل. أوكي، أنا بعمل كاستمايزبل كاندل، سنتد كاندل. كل شيء كان بي كاستمايز، الريحة أو اللون أو إيفن موديل صغير عجبكم فيه أعمل قالب وركبه، ما في مشكل. هاي، أنا اسمي ميريام، عندي ميريامز أبياري. شوفي أحلى ما نهدي بعضنا عسل على الكريسماس، عسل بيور 100%. مش بس هيك، في عنا بولن، في عنا بروبوليس، عنا عسل سنديان، وعنا عسل قرص. ولكل العالم اللي بتحب تعمل ابيتوريزم فيها تطلع لعندي على المنحل وتتعلم عن النحل. بنستقبل الاولاد الصغار والكبار. هاي، اسمي ماريا، عمري 26 سنه. بلشت بالبزنس تبعي نورا مورتفين باستو من الجنينه، وبعدين صاري مثل البرودكت تبعي، توصلت لكريسماس برودكت وكذا برودكت. ومثل هلا عامله الباتيه، هوم ميد باتيه، وعامله كمان الهوم ميد ايرش كريم. هولي بتلاقوهم يجي اللي عنده بالجست هاوس بساحل عنما اسمها لاميزون دو ماريا. عم بعمل كمان اكتيفيتيز للولاد اللي هن كولرينج وكل شيء كولينير، ار كولينير مع الولاد. كل ما بجي وكون بهالماركت مع هالعيلة يلي رح اقول، بحس عندي اخوة واهل واصحاب. ما بعرف شو هالسر، شو هالربنا هيك راضي علينا كلنا، هالملايكة محاوطتنا، ما حدا يسألني. في جو عيلة، فيك الوحدة بتغيب الثانية بتبعلى على الستاند، في محبة مش موجودة بمحل. شوفوا كل ستاند وكل ست وكل شاب عم يعملوا، عم يبدعوا، اللبناني عم يبدع. لارس كيتشن 16 عندي بيج على انستغرام، وهلا عملت براند لإلي هي لارس كيتشن. عم بعمل بيور فانيلا اكستراكت بقلبها في البوست فاني. I'm a designer and I have a brand اسمه Renzo. I design hats, I design bags, I do hand painted bags. Pickled shrimp, my noodles. It's amazing. زياد حبيب صاحب محل باريبيجو والشيف بالمطبخ. فاليوم رح نعمل لك دوبل بلا لندوقك اكل. فكره اجتني لاني بحب الطبخ، كنت اطبخ لاولادي ولعائلتي، وهلا نطبخ بالمطعم لاصحابنا. نحن ما بنسميهم زبونات، نحن ما عندنا زبونات. فيهم انتم بسلا تعمل انتوني جمعه جاي. فانا جبت لك كبيره. اوكي، خياليه بتنعمل بلبنان بالفردوس. بلبنان شيء هلا انت دوبك. فتقول لك شو الفكره، عندنا دارك وعندنا ريد وعندنا بلون وعندنا بلوند، اي وحده بدك. Thank you.
هو حلم بلش من 3 سنين، هو حلم مارك بيروتي وانا انطوني رحيل، نقدر نجمع اكبر عدد من الناس، اكبر عدد من العيال، اكبر عدد من الستات من كل لبنان تنفرجيكم المونه اللبنانيه محل واحد، اكبر محل مونه probably بالعالم اسمه Made by Nature. هو حلم صغير صار كتير كبير من 3 سنين، واليوم نقلنا على انطلياس باكثر من 250 متر مربع خيمه مع ارض كتير حلوه، اكثر من 500 متر مربع محل ما راح يكون فيه الفود كورت او الفود اكسبيرينس، واكيد هالبيت اللبناني القديم اللي كان شيء كتير مهم ايام العثمانيه والاتراك لاكثر من 400 سنه. نحن بميد باي نيتشر اليوم الاوبننج، كل العالم لقيتنا، كل العالم ايمنت فينا، كل العالم وقفت حدنا، وبنشكر واحد واحد وخاصه مطران المتن يلي اعطينا هالارض يلي هي المطرانيه تنكون قاعدين فيها ونكون على باب المتن. اوبننج ميد باي نيتشر من انطلياس، من كاسليك على انطلياس ببلش هلا اليوم بهالجامعه كثير حلوه وهالضحكه الحلوه، تنضلنا مؤمنين باحلى بلد بالعالم وتنضلنا جذورنا متنها. الناس بتحضرني بروح على الضيعه وبضلهم يلي هن اونلاين، كيف بدنا نعملهم اوفلاين؟ يعني الناس ترجع تعيش جو لبنان، وكيف بدنا اياك تسافر بكل لبنان باكثر من 1000 ضيعه بلا ما تبطلهم؟ كيف بدنا ندعم اكثر من 650 عائله ونمكنهم بالضيعة؟ كيف بدنا نعمل انك تشتري منتوج لبنان وندعم الصناعه الوطنيه؟ خلق ميد باي نيتشر. من الكاسليك حضرته هو له كل الدور الكبير، ايمن فينا وقال لنا تفضلوا معي على انطلياس. نحن اليوم هون من وراء دعمه وإيمانه فينا، وهيدي اللي انت عم تشوفوه هو 650 عائلة أكثر من 4000 منتج. نحن ما منصنع شيء، كل حدا هو له قصة، كل حدا في وراء عائلة بنت ست حدا إيمان يلي من وراء رح تشوف كل شيء صنع في لبنان، في شيء هون مش صنع في لبنان، فنقدر اللي بيوصل من المطار لعنا يشتري ويقول عند عم صنع مطار. نحن بنساعدهم بنشتغل احنا وياهم هون تيصدروا كل بلد انجليزي فرنسي كل بلد وراضي بعرفها كونتينرين استراليا. Wow, unexpected. DJ Nils Halad. May is one of our main partners, اللي هو قطايب الريف. فاليوم بس تبين شو بتعمل، هي بتضيف الاكل، كل شيء ميد ان لبنان، بتشتغل مع اكثر من 90 تعاونيه ستات بالضياع. كلهم سوا بتعلمهم وبتدعمهم، فاليوم انا عم بضيف مي. مي طرابلسي منصور. 45 تعاونيه بالاغلب من سعيد بكل لبنان. بصنعوا منتج اسمه ليبانيز فيلتش برودكت، اللي هو منتج يراعي المقاييس والمعايير واللي عم يتصدر لبرا، وبحضروا اكلات لبنانيه اصيله. لهالقد الامور تروح بمسارها الطبيعي، هي الامن الغذائي، هذا الحل هون وليس في مطرح ثاني. اهلا وسهلا مع ايكو كمان فينا، اذا حطيتها تحت ايدي فينا اعمل. اول شيء ميرسي لانه جيتوا الليله وميرسي لانه ايمنتوا فينا. بلشت القصه من 3 سنين، رح اخبركم القصه على السريع. بلشت قصتنا من 3 سنين انه كان بدنا نجمع كل الستات بالضيعة، بدنا نجمع كل المنتوجات بلبنان، بدنا نجمع كل الميد ان لبنان بكل لبنان ونجرب نحطه بمحل واحد ونخلق او اكبر محل موني بروبلي بالعالم. هيدي الفكره بلشت بالكاسليك من 3 سنين، انجمعنا سوا هو بالطبيعه انا بالاكل، وقلنا كيف بدنا نجمع كل العالم، كيف بدنا بالانجليزي بنقول spreading happiness، كيف بدنا نحط الضحكه على وجه الناس اكثر واكثر، ونجرب اللي بيوصل من المطار، كان في من زمان يقولوا من المطار على اوتار، نحن بدنا نقول كنا من المطار على ميد باي نيتشر تيشتري مونه لبنان. وهون اشتغلنا على كيف واحد بيقدر يشتري صنع في لبنان. ولما تشوفوا الليسته طويله رح تشوفوا اذا كان حياتنا صعبه. انطوني ومارك في منا لأنه لو منكم هالشيء ما صار، فأنا بدي أقول ميرسي، ما تشكروني بالليل، أنا هذا المينيموم كل واقف حدكم، وهالمشروع بحكي لكم يوم بلشنا، أوكي ونص ساعة تكبر أكثر وأكثر، مبروك على هذا الشيء اللي عم تعمله. ثانك يو، ثانك يو، ثانك يو. الله يرحمك. بدنا ندعيكم هلا لا تستكشفوا هال اذا بدكم خلينا نسميه مركزنا، مركزنا كلنا، نقطتنا، محطتنا. في عنا تحت مركز بيعرض بضاعه لبنانيه اصيله، عنا معرض لناس جايين من كل لبنان يعملوا الميلاد بعمر الياس، عنا هون اذا بدكم الفود كورت
اطيب القطايف، ونحن باسم قطايف الريف كمان بندعيكم تتذوقوا اكلات لبنانيه عظيمه. نحن هلا مع نادين خوري ورولا خوري من روبنسون اجري يلي صار اسمها كوينتا، مزبوط؟ هن كثير ساعدونا لهيدي الخيمه تصير رياليتي، فبنقول لها ثانك يو ورح نحط هيدا هون، مزبوط؟ وانا كمان بدي اشكرك دكتور مارك لانه نحن مزبوط هالخيمه هي صناعه لبنانيه من كوينتا جروب، بس كمان كل شيء بقلب الخيمه هن صناعات، ان كان مونه ان كان نبيت، ومارك هيدا الشغف اللي عنده اياه للزراعه وللبنان وللأرض عم بيبين هون بهذا المحل، وأنا بنصحكم كلكم تيجوا تشوفوا شو موجود وشو فيه. احنا جايين من الجنوب رغم الظروف تندوقكم الساج مثل العادة تبعنا. برجر لحمة، برجر دجاج، سوسج، هوت دوغ عند فورم جريل، لاقونا حتى نتغدى سوا ونعيد سوا مع بعض. بيضو أورما من الكرم أورجانيك فارم مع الأورما اللي عنا، وما تنسوا تتحلوا بالمارزيبون باي إيه. تعملوا لنا فولو على الاسم البيج هي كرانيوم كيدز، سو هني برودكتس للولاد، شيلوا ولادكم على الايباد خليهم ينبسطوا شوي، حتى اذا بيلاقوا صعوبه بالتاب دو ملتيبليكاسيون هيدي بتساعدهم 3 فواديس بيطلع لهم الجواب هون، منه بيتسلوا ومنه بيتعلموا قصص جديده. وها كلهم شغل لبنان، برودكتس ما بتاذي الاولاد وكل وحده منهم بتعمل 5. بلشت الشتوية والحال عنا، لاقوني بمعرض Made by Nature Atelier لتتعرفوا على الأشغال اليدوية اللي نحن بنعملها، من كروشيه، عندكم شالات هاي كواليتي، زدادين، وتياب، وحتى سبلايات. هلو، فيلاس از بيور لبانيز لوكال بزنس. الفكرة منه انطلقت our passion as a couple للscented candles special scents كمان خصوصا لكريسمس عنا فانيلا سينامون يعني هيك إذا بدك the secret Santa gift أو Christmas gift في عنا كمان relaxing scents مثل lavender, pine في عنا عود يعني جربنا أنه نلاقي حسب ذوق كل العالم يعني قصص relaxing قصص قوية وقصص soft كمان بالإضافة للfragrances اللي حكيت عنه نادية كمان نحن حنكون على طول عم نعمل updates لfragrances جديد. So we have very beautiful handmade products. If you pay attention, you can have also Swarovski crystals and you have some silver items. I'm lost! Buy now or cry later. احنا هون كل احد فولو ارتزانات دبينتي. احنا براس بعلبك مشهورين بالاهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكل حدا بيجي على الماركت. هيدا شغل ميرا ارت ميرا اندرسكور ارت ورك. معلولة فولو اهلا وسهلا اهلا وسهلا. أنا كل شيء هاند ميد.
هلو، نحن سيرفيس دو لانفان او فويي، جمعيه لبنانيه لها اكثر من 40 سنه موجوده بلبنان. المسيون تبعنا هي حمايه الامات واطفالهم المعرضين للعنف الاسري. نحن ناطرين مساعدتكم لحتى كل اولاد يلي موجودين تحت سقف سيف يقدروا يعيدوا كريسمس السنه. اذا بتحبوا تساعدونا فيكم تتصلوا على 03-302-534. ميري كريسمس. مثل ما جدي وستي كانوا يستعملوا الصابون هيك عم نعمله، ريحته بتشهي. شم شم بشرفك. شم. هاي جايز، في انا في هو نقوا بس تعوا اشتروا هولي تنساعد اهل جنوب عايزينهم تيوقفوا على اجريهم. عيدرون، دير ميميس، مارون الراس، كل هالمناطق. لافيني برودويت بار دو ماونتن فارم. La compagnie, on produit du fromage à base de lait de vache, une grande variété. زاد الجنوب الشغل السني مع صوتين دغري جنوب كوكبة باب أول نخب تاني شي ما حدا مجرب الزيت يعني له مثل ما حدا بيحكي عن زيتته وعكرين برافو كثير مهم تاريخ خفيف ما نكشف في وين جود جوب بد منصور وعاصي والقيس اجوا بال 77 بدهم يمثلوا كيف خلق عاصي وهذا وام فادي اجت بدها تعمل امه لمنصور اوت تفضل يا مدام قربي يا دموزيل انا بعيط لما تمثل بالنهار ومدام من عشيه لك ما في منكم لك وحيات الله انت شيخ الشباب شو اسمك ابو شو ابو فادي ابو فادي وام فادي ايه وشارب الصعب نحن ارتب قريبين ولا مال العيله صار هون بالبيت حدنا حد جيراننا 50 سنه عزمونا على المغلي شو هالمغلي روعه هيدي هيك يا بدي احضر لك كاسه بدفي من شغل سفيد أرامل هني عم يشتغلوا بمحبة وبإتقان في الصنع ليعطوا أكتر شي مع أكتر ما عندهم أنا ميرا من شغل بيتنا عنا كوكيز بلا زبدة عنا كراكر زعتر وزعتر وشوفان عنا معكرون مشوي وما بننسى الجينجر مان أكيد بميل ماي نيتشر كثير مهم واو كثير مهم لا الزعتر هيدا ايه ماشي وليد عزاري ماستر شيف نحن بنصنع كل شيء صوصات موجودة بسوق لبنان للمطاعم وللريتيل باص الطبيعة The Nature Bus It's a pop-up studio for nature-inspired activities للولاد الصغار يعني عن نشاطات كيف نقوي علاقة الولد بالطبيعة هيدا نحن هلأ بقلب الباص عاد منسميها نحن Reading Corner وكمان في عنا شيء كتير مهضوم اسمه Treasure Box أو Yes, Mystery Box تبع Nature So أول station هي Arts Inspired by Nature Station نحن بconstruction zone عنا كل شيء دخله بالكونستراكشن
هاي نحن اوبر. البريد هوم ميد ساور دو بريد اتس 48 اورز فيرمنتد ميد وذ لاف. هاي انا اسمي كلويس عايبي، انا بالجران ليسي عمري 11 سنه، انا بعمل هاند ميد جولري. هاي انا اسمي سنين اسعد، انا عمري 10 سنين بالجرف ال، انا بحب اعمل برسليت هول كمان، انا بعمل هاند ميد. اوكي انا ديزاينر، بعمل كثير ادفرتايزنج وادز، بس هولي ذي ار ماي هوبي، انه اي لاف ذم. ميلي فيوري باي مريم. It's Christmas Market made by nature بأسبوعه الثالث، وبعد في أسبوع محلنا بتلتقوا بأكثر من 100 عارض لبناني ببيع made in Lebanon products. جمعوا كلهم سوا من كل الضيعة بلبنان، كلهم اليوم على عيد الميلاد، لأن ولادكم مخصصون تتجوا تنبسطوا وتتسلوا وتفرجون أحلى بلد بالعالم والأشياء كتير حلوة، تنعيد مع بعضنا. فيكم تدعموا لبنان بشراية شوي أغراض من عندهم من ضيعان، أو الشباب اللي عندهم أفكار جديدة واختراعات جديدة. نحن أبسايد ديزاين، نحن عندنا بيج إنستغرام أبسايد، نحن كل شيء متل آرت. Bonsoir, نحنا بانسي باي جينيفر، نحنا نعمل كل شيء from natural flowers. We press them, we keep your flower forever as a memory. You can find us on Instagram as pensee.byjennifer. Hello, my name is Susie. I'm representing Chateau Cana. Anyone who suffers from migraines, this is the wine for you. وعاملين باكجز فور كريسمس. هون عنا زعتر مشموم، وعنا باكج فيه اويل واويل حار مع مرشة، وعنا السوبس كمان من الاوليف اويل تبعنا. بونسوار، معكم جو سابا من شركة سابا جي تريدينج. نحن عندنا البرودكتس كل شيء، سبايسز، حبوب، كراكرز، ونحن موجودين ببيت شباب. هلو، معكم مريم، هول رسماتي، في عملكم كاستمايزد بيكتشرز لكم للعالم اللي بتحبون. اذا بدكم تلاقونا على انستا على artistry by mary. بوتيت الوار أنتلياس بميد باي نيتشر من هون لآخر الشهر. تغدوا جبنة وزيتونة وتعوا تعشوا عنا بطاطا. يلا يلا، شو ناطرين؟ تفضلوا لاقونا بالكريسماس ماركت بميد باي نيتشر بأنتلياس عند فارم جريل. احنا كرم أورجانيك فارم موجودين بميد باي نيتشر بأنتلياس. عنا هذا البيض الأورجانيك الملون، وعندنا البيض البلدي الاورجانيك فات، وعندنا البيض السفرين اللي هو شيء كثير سبيسيال، وعندنا اورما الغنم اللي هو شغل المزرعه عندنا.
شغل البيت يعني. Hi, اسمي ليلا. I'm from Everything Bagels and I make New York style bagels. I have different toppings. I have plain, za'atar, cinnamon raisin, sesame and everything. Follow us on Instagram everythingbagels.lb. ميد باي نيتشر هو أكثر 250 متر من الميد إن لبنان، صنع في لبنان. So you are welcome in Antalyas in Made by Nature. Welcome to my stand. Please follow me on Mindfulness and Art on Instagram. أنا جينيفر، أنا بعمل بينات باتر بلا شوجر وبلا أويل، وعندي كثير فليفرز مميزين مثل ميلكا بينات باتر، لوتس بينات باتر وكثير قصص غير. تشيك ماي انستغرام thebutternuts.lb. بلس إنه عاملين لكم على كريسمس كريسمس بوكس بيجي بقلبه وان جار كريمي. أنا ستيفاني تروسيان، هيدا شغلي بالرزين، صار لي تقريباً سنة مبلشة. أول شيء بدنا نقول مبروك لميد باي نيتشر إنه صاروا بأنطلياس، طلعت الفوار حد مبنى كاريتاس، ونحن مثل كل سنة معهم بالكريسماس ماركت، وعم نعرض كمان أب سايكلينج وسويتس مثل الشوكولات والكوكيز. والسنة عندي شي كتير مهضوم فرجيكم اياه، هي لعبة التيك تاك تو. نحن عن جديد كمشي ورشي، رجعنا لكم على ميد باي نيتشر. ميد باي نيتشر صارت بأنتلياس، ونحن صارلنا شي جديد، هوت شوكليت معمولة من سبايسز وفانيلا وسينامون، سوبر يامي. ميري كريسماس من كاسليك على أنتلياس، لاقونا. صابوجي مثل ما تعودنا، كل القصص صابون ناتشورال، ولكل نوع بشرة في صابونة. هلو، نحن بانسي دو في ايفنتس، نحن بنستلم كل شيء ايفنتس دو ا زد، من بيرثديز لديكوريشن انيميشن ويدينغ. Hello, my name is Silvana. My brand started 3 weeks ago. هي كلها معمولة من واير وغلاس، إيكو فريندلي أكيد. نحن مون بوتي سابلي، نحن بي ميد باي نيتشر بالانتلييز. نحن عنا سنتين فاتحين، وفيكم تعملوا لنا فولو على الانستغرام وتعوا ذوقوا ذا بيست اوف ذا بيست. نحن سبيسياليتي تبعنا سابلي، كل شيء هوم ميد.
لافالي بلانش. لافالي بلانش هو برودكت بنعمل برودكت لبناني. كمان عندنا فيرم يلي هي بتصير بأهمج بقضاء جبال. هيدي الفيرم بتخلي كل حدا يكون عم بعيش الاكسبيرينس تبع المزارع، بيكون عم يتلقى بحيوانات، عم يتعرف اكثر على الحيوانات وخصوصي كمان الاولاد. كرانزا دوت جواليرية هي هاند ميد اكسسوارز ميد وذ لاف، بستعمل جيم ستونز از ريل جولد بلاكي اون اور بليزير فوا. مرنا وهبي، عندي انا على الانستا، انا بيجي على الانستا. نحن مونة مريومة، مونة لبنانية 100%، كله شغل بيت نحن بنعمله. معكم توني توق من شركة جزور. نحن شركة نيو كونسبت بكل شيء أورجانيك فود، which is very authentic، قديم بيكون أوريجينال. بنعمل اب سايكلينج لاكياس الشيبس، بقايا القماش اللي ما بينعاد تغييرهم ابدا بنجمعهم، بنعمل منهم مراويل، بنعمل توت باجز، بنعمل كمان تروسات. عم ندوق المسيو شوكولا شو كثير طيب من عند كمشي ولا شيء، ونحن بنيتشر عم ندوقه، تعالوا ذوقوا معنا. Accessories by Coco. Teres Barakat, Maman Chef. على انستغرام بتلاقوني ميد باي تيري 70233474. أنتي سكرانشيز لبنانيز لوكال براند، نعمل كل شيء هاند ميد سكرانشيز. هاي ويلكم تو زولفير، نحن سكين كير براند، عندنا كل شيء ناتشرال برودكت. هاي مايكل بومتري، وي هاف كاتاليست از اور لوكال ديستيلري بلبنان. نحن بنصنع فودكا وبنعمل جن وبنعمل اولسو سيريز يلي هي تشيري ليكر.
So basically at Netify, we are making networking easy. We're making it sustainable and not only able to exchange contact but also receives other people contact in just one card. So كل حدا بيسألنا عن رقم تليفوني ويب سايت كل شيء ما بده شيء بعمل له هيك بقول له قرب تليفونك تيك تيك. شو بدنا ناكل؟ فينا ناكل برجر، فينا ناكل سوسجز، فينا ناكل بيض، فينا ناكل كتير اشياء. عم فكر شو فينا ناكل، فينا ناكل كتير اشياء وتعيشوا اجواء العيد. يعني كلهم وراي. احنا هون ميدوز بأنتلياس عم نعمل واجيو برجر هلا. ليك ليك في واجيو على الجريل. في انتونيز هون. ستوريز قهوة لبنانية. اسمي سمير معوض. بلشت الفكرة مع أختي جينيفر أن نأسس شركة صناعة غذائية. محمد ديب من شمال لبنان من منطقة بيت الفأس. نحن بنشتغل بكل شيء بيختص بمنتجات العسل والنحل. أنا محمد غباتي من الضنية ضيعة اسمها نمرين. نحن نهتم بكل منتجات المونة، كل شيء خاصه بالتقطير وما التقطير نحن مهتم فيه. أنا كارلا فرح من السبعيل. صار لنا سنة بنشتغل هيدا الشغل. طلعت الفكرة أنه نحن هيك هيك بالضيعة بنعمل كل هول الأخبار، فقلنا أنه بنعمل هيدا الشيء. ممكن أول شيء نكون عم نتسلم ونكون عم نعمل شيء ومنفيد يعني الضيعة. المنتوجات نحن من عنا من الضيعة من السبعيل. جيسيكا حكيم صاحبة مشروع الزروع. مشروع الزروع هو مشروع زراعي بيئي وسياحي بيخدم بيئته عبر استعماله بلوكات مصنوعة من إعادة تدوير البلاستيك وبزرع بطريقة ناتوريل أورجانيك. وبقلب المشروع كمان في بيت لبناني قديم اللي بيزوره بيقدر يختبر خبرة الحياة الضيعة القديمة. في راس وهبي عندي براند جديدة درايد فروتس وفيجيتابلز طبيعية 100% بس جاست درايد. اليوم صار عندنا 16 طعمة. الفكرة بلشت معي بالأزمة من سنتين. كنت عم فكر أعمل شيء بزنس بروداكتيف. مرحبا، معكم إيميل ياغي من مزرعة النهر قضاء صغرتا، وهيدي بتوقع بين طرزة وسرع على طريق أهلهم الرئيسية. منتوجات البيت العتيق. ميرار هو اسم الأتولية تبعولي. دكور توسكي بما أنه بلشت بالأم إي آر اللي هي مريانة أنا وزدت لها آر. هاي أنا فاميلا إبراهيم، عاملة براند لإلي. بونجور، أنا لوسي إن أبستراكت، هيدا اسم الفن. هول رسماتي رسم مجرد. أنا دونيز مخلوف، عندي ثلاث منتجين حابة أعرفكم عليهم يلي هن الشمع، بيرجع الساكل كروشي كل شي كروشي، بيرجع الباتيسري كوان ديليسيو. Oh.
أنا اسمي ريمون سلوم من مجدايا صغرتا. طبعاً بصنع عرق بلدي يعني عائلي. مرحبا، معكم عاطف أبي نادر، فاوندر برية. برية فكرتها هي المحافظة على التنوع البيولوجي. أنا فادية زري، أروما ثيرابيست، وعملت البراند كير إسانشل اللي هي أروما ثيرابي سكين كير، يعني كل شيء بزي على الإسانشل أوز بكل البرودكتس اللي عنا إياهم. مساء الخير، محمية جبل موسى للمحيط الحيوي. المحمية تأسست بال 2007 رسميا، بال 2008 حصلنا على تسميتها كغابة محمية، وبال 2009 سميت محمية ذات محيط حيوي من قبل يونسكو، بنسميها مان اند بايوسفير تحت مشروع المان اند بايوسفير بروجرام. يعني جبل موسى من أهدافه الأساسية أكيد هي المحافظة على الجبل، الطبيعة والإنسان. هاي، اسمي نور بيضمون، عمري 21 سنة، وكل شيء ببيعه تقريباً أغلب الأوردرز كاستمايز لكروشيه آيتمز وكروشيز ميندي.